اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناة ظلال البرية. نشاهد اليوم صيد قرد البابون الجزء الثاني، مشاهد جديدة وبإذن الله ستستمتعوا معنا، تابعونا. انظروا هذا القرد، اطلق عليه السهم واخترقه تماما. ربما تسألون أنفسكم أعزائي المشاهدين، لماذا يصطادون هذه القرود؟ هناك أسباب كثيرة بالتأكيد لصيد هذه القرود، ولكني سوف أتذكر منها البعض. عفوا، أول شيء أن قرود البابون يعني تؤذي المزارعين وتؤذي الأراضي، و يعني مجموعة من القرود كفيلة بأنها تهلك أرض كبيرة من البطاطا ومن الزراعة. هذا الشيء. الشيء الثاني أن قرود البابون يعني تسطو على البيوت، وأحيانا تخطف الأطفال الصغار، وأحيانا تقتل الحيوانات الأليفة حية مثل القطط. السبب الأخير أن هناك بعض الدول تأكل هذه القرود، وهذا للأسف الشديد. وكانت منظمة الصحة العالمية من فترة طويلة حذرت بأن أكل هذه القرود يمكن أن يأتي بفيروس جديد. في بعض الدول بيأكلوا هذه القرود، زي ليبيريا والكاميرون، وبيطلقوا على اللحوم بتاعتها لحوم الأدغال. وبعض الدول ايضا بتاكل مخ القرود في الصين واسيا الجنوبيه، يعني يكسرون جمجمه القرد بآلة حاده ويستخرجون مخ القرد ويقدمونه في اطباق غاليه جدا في بعض المطاعم. هذا طبعا شيء سيء جدا، يعني اذواقهم في الطعام سيئه جدا، يعني انهم ياكلوا مخ القرد وهذه الأشياء يعني صعبة بالنسبة لنا الحقيقة. ونحن نعترض كليا على صيد هذه القرود. انظروا القرد وهو يشرب. يطلق عليه السهم ويقتله. هذا القرد أيضا يقتله وهو يأكل، يخترق السهم أيضا. القرود ذكية جدا وقريبة جدا من الإنسان، تأكل مثل الإنسان، تأكل بيديها مثلنا كما ترون. الصيادين الذين يفعلون ذلك هم الذين يضعون هذا الطعام كفخ للقرود ثم يقتلونه. شكرا جزيلا على المشاهدة، و
نتمنى أن تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس ليأتيكم كل جديد ولتشجعونا على تقديم المزيد. شكرا جزيلا.